راح احط اللحم في كيس الفاكيوم. ليش؟ لاني راح اسحب منها الهواء. ايش فايدة هذه العملية؟ لو حطيت اي لحم خضروات تبلتهم وحطيتها في كيس وسحبت منها الهواء راح تمسك النكهة اكثر، اللحم راح يتشرب من ود. ممكن اقول لك شيء واقول للمشاهد، اقسم بالله العظيم ان انتم من جد تعانوني. يعني انا كنت اشوف اقول الشغله سهله، الشغله مو بسهله، الشغله يبغى لها تفنن، يبي لها نفس. من جد ترى احنا عالمنا والله فيصل، احنا عالمنا. يعني تتبيل هذا الحاله وطلعت روحي، احس بس انه حرام عليك. لا مو طلعت، مو بس طلعت روحي بمعنى طلعت روحي، لا طلعت روحي حسيت اني جالس انتج. أوكي. انتج اضلاع ونكهة وقوام طيب هذا الجهاز تلقونها في أديسون، موجودة، مرة انبسط لما لقيتها. حلو، بسم الله. يا أخي ساعدني يا أخي. حاضر يا أخي ساعدني يا أخي. بس عشان أنا ما كنت لابس جلافز، بس خلاص هذا شيء. هي حط أغرفي جوا، يلا أنا بفتح لك الكيس، أنت أغرفي. سمي